الوسط تلميذا عبر الدفاع ثم المواصله عبر الرواق الايمن تمريره جانبيه والدفاع يتدخل. اذا دفاع يتدخل من طرف لاعب فريق الرجاء في محاوله يعني السرعه في الانطلاق عبر اللاعب حافظي عند اللاعب مابيدي. تفتك الكره في وسط الميدان لفائده الوداد. فريق الوداد يبحث عن يعني تامين نقاط الفوز. هجمه جميله لكن تدخل سليم للاعب عبد الاله حفيظي في الادوار الدفاعيه يعود لتامين منطقه الدفاع وثم الانطلاق عبر اللاعب كوكو الايفواري في وسط الميدان. انطلاق عبر اللاعب الكاروشي في الرواق الايسر تمريره طويله عند اللاعب اوساغونا. اوساغونا المحاوله هو هذا اللاعب مابيدي. المحاولة متواصلة في الرواق الأيسر دائما لعب كاروشي وتدخل الدفاع. كرة في التماس لفائدة فريق رجاء البيضاوي. صورة عامة لمدرجات المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. تيفوهات من الطراز الرفيع من يعني جماهير الفريقين. مباراة الموسم بامتياز ديربي الدار البيضاء. ديربي الذي يعطي اشعاع كبير لمستوى البطوله الوطنيه للتسديده فوق المرمى تعلو مرمى الحارس محمد عقيل.